الموضوع قديم حديث، يعني نحن نعاني من هذه المشكلة منذ زمن بعيد، وقلنا وكررنا أن المسؤول عن هذا الأمر هو ولاة الأمر الذين انتخبناهم في مجلس في البرلمان العراقي وفي المجالس المحافظات. لدينا كلمة نقولها وقلناها للسياسيين، قلنا لهم حافظوا على المدينة، حافظوا على إرث الحضاري لمدينة الموصل، حافظوا على مدينة الموصل كموصل، حافظوا على نينوى بكل أطيافها. نحن كطيف ثقافي كأدباء نقول أننا لا نقبل أن تمس الموصل بأرضها وبشعبها وبمقدراتها. الموصل ذات خيرات كثيرة، ذات إرث حضاري كبير، علينا أن نحافظ عليه. وقلنا لهم وجها لوجه أن تحافظوا على، والمدينة أمانة في أعناقكم. المدينة فيها شيوخ كبار كرام لا يقبلون الحيف على مدينة الموصل، هذا ظننا بهم. فهم مع السياسي، هم من يستطيعون رفع الدفة، دفة هذه الهجمة على مدينة الموصل. من الضروري جدا أن أبناء الموصل يخدموا هذه المدينة، لأن على علم وعلى اكتراث بما يجري في مدينة الموصل. فمدينة الموصل لما تعرضت إلى أكبر هجمة شرسة في التدمير وفي الإبادة، لم يدافع عنها غير أبناؤها. إذا من الضروري جدا ابن الموصل هو الذي يلم ويعلم ويكترث بما مدينة الموصل بحاجة إليه. فإذا من الضروري جدا الابتعاد عن الناس الذي هم ليس من أبناء الموصل أن يتدخل في قضايا السياسية والاجتماعية. أنت لما إنسان هو ليست له غاية إلا أن يتألق ويأخذ مواقع على حساب مدينة الموصل، وهذا ما نشاهده في مجلس مجالس الموصل والذي إلى ساعة الخلافات والنحرات. لأن أشنو هناك أكو ناس يعني تروم أخذ مكانات على حساب مدينة الموصل. أهم نقطة بالموضوع أن أبناء الموصل هم بالذات تحديدا يقرون مدينتهم وليس الغرباء. ما رأينا هذه الأيام هناك اختلافات كثيرة وخاصة السياسيين، هذا الشيء لا يسعد أحد ولا يستفاد منه أحد، وهو تخبط، أقولها بصراحة. مع العلم لدينا مسؤولين أصلاء ولدينا سياسيين وطنيين أصلاء ما زالوا يحملون هم محافظة نينوى، فأتمنى أن لا يكون تدخلات في شأن محافظة نينوى. أما ما يدور خلف الكواليس في أمور ربما أقول نرجع إلى طريق خراب الموصل وخراب محافظة نينوى باختلاف آرائهم وباختلاف توجهاتهم السياسية من هنا أو هناك، يجب أن يكونوا قلب واحد وجسد واحد، ويجب أن يتفقوا على شيء يحفظ كرامة أهل محافظة نينوى ومدينة الموصل.